السلام عليكم، معكم طلال نقار. تاريخ اليوم هو 19/1/2024. عنوان هذا الفيديو هو زيارة المريض أو عيادة المريض. اخترته لأطرح وجهة نظري أو تجربتي الخاصة مع المرض. كيف شو هو الشيء اللي بحبذ المريض يسمعه من الشخص اللي حابب يزوره أو يشق عليه بتليفون أو بمكالمة. بداية بحب أخبركم بنتائج تحاليلي أو تصويري. أنا بالعادة لازم أعمل تقييم أو تصوير كل فترة وفترة. من حوالي أسبوعين أجريت التصوير المطلوب، وللأسف كان في تدهور أو في تطور بالسرطان. حاليا في أنا عندي نقائل عظمية، هي شغلة جديدة. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام أول شيء في تدهور باختصار. شو هو اللي لازم ينعمل، أو شو هو اللي كان، شو هو السبب؟ ربما أنه كان ما في استجابة أو السرطان حاليا ما عم يستجيب للأدوية اللي كنت عم أخذها حاليا، الأدوية الكيماوية، أو ربما اضطرينا نوقف بعضها لسبب الآثار الجانبية وبالتالي الاستجابة صارت أقل. شو هو الخطوة التالية؟ الخطوة التالية هي بعد ما تناقشت مع طبيبتي انه ننتقل لادويه الخط الثاني اللي هي بتنعطى بها الحاله. المشكله انه هي ادويه الخط الثاني فيها جزء كثير منها أنا اصلا ما فيني اخذه بسبب الاثار الجانبيه الشديده، فخياراتي صارت محدوده نوعا ما. الفكره انه الدواء اللي مقترح حاليا له اثر جانبي غليظ مشهور لمرضى السرطان، هو تساقط الشعر او الصلع. فانا هلا حاليا عم حاول اقنع حالي بهذا الموضوع، وان شاء الله حيكون في لوك جديد ربما تتعودوا عليه لاحقا، ربما يصير احتمال كبير، بس كمان ما بتعرف شو راح يصير. ربما يعني في نسبه من المرضى ما بيصير معهم هذا العرض، فهو ربما الشيء اللي انا عم حضر حالي له حالا. هاي بروفا سريع، برنامج سناب شات الابلكيشن هذا انا حملته كرمال فقط شوف شكلي كيف حيكون صراحه مع هذا الفلتر، اني شيل شعري وشيل لحيتي. ما بعرف كيف حيكون تقبل المحيطين فيني او تقبل مرضاي لهذا الشكل، ما بعرف اذا كان حيصير تساقط شعر اصلا، بس لو صار هذا هو الشكل اللي ممكن يصير، وهذا أسوأ ما ممكن يحدث. ف صرت مثل كهنة معبد أمون، فهذا شيء مقبول بالنسبة لي شخصيا. بنشوف شو ممكن المحيطين أو المرضى يتقبلوا هذا. بالنسبة لعيادة المريض أو زيارة المريض، المريض اللي هو مصاب بإصابة خطيرة أو بتشخيص خطير، بوفاة أحد الأعزاء عليه، بيكون بحالة صدمة، الصدمة النفسية اللي حكينا كثير عنها، الجريفينج، اللي هي الصدمة النفسية، هيك ترجمتها، يعني أنه هو عم يتلقى خبر قاسي صعب أنه يتقبله الإنسان العادي. كيف شو هو دور المعزي او دور الزائر؟ انه دوره انه هو الشيء اللي بحاجته هذا الشخص حقيقه هو الامل، انه يزرع الامل فيه. هذا الحكي له اصول، مو دائما مجرد الكلام العام والنفخ العام حقيقه ممكن يكون مفيد، احيانا بيكون الكلام ضار للامانه، بيكون الزائر او المعايد بيحاول انه يرفع يساعد اللي المريض بس بيأذيه من حيث لا يدري. وبحكي لكم أمثلة. أول شيء مثلا من زرع الأمل، ربما الكلام الإحصائي، أنا كطبيب بحكي بوجه الكلام للأطباء، ما كثير مفيد للمريض. أنا طلال بتعرفوني بموضوع الإحصاء الطبي وكذا، من الناس اللي بعتبر حالي بفهم فيه على الأقل. ما كان وقت انصابت يعني حال حكي الكلام من سنة، ما كان مفيد لي كلام الإحصائيات، يعني صعب. وأنا عم أحكي عن حالي طبعا، ربما غيري يكون يستفيد أو يفهم يلاقيها انه لا اعطيه ارقام. انا ما كنت وقتها كلام الارقام كان مفيد، لانه 10% بيتحسن و5% لا ما بيتحسن و20% و30%، هي ارقام ما كان لها قيمه عندي. كان عندي اني اشوف شخص او اسمع عن شخص مرق بالنفس اللي مرقت فيه وقدر يتجاوز على الاقل مؤقتا سنه او سنتين او ثلاثه لحد الله ياخذ امانته، هذا كان اللي مؤثر اكثر فيني. يعني احد الزميلات هون بامريكا طلبت اذني انه تزورني احد الممرضات. عم تحكي لي فلانه فلانه فلانه، انا ما بعرف مين هي فلانه، واذ هي فلانه هي جارتي، او يعني هي مكتبه جنب مكتبي قريب مني او تقعد فيه، بس انا كنت سلم عليها صبح عليها وما اعرف شو بتشتغل اصلا. فهي طلعت منسقه او نوع ما، فهي زارتني بوقت بيوم عطلتها، كان وقتها انا لسه مشخص يومين او ثلاثه. فاذ هي مشخصه بنفس المرض، سرطان كولون من 15 سنه، وكانت مرحله ثالثه، وتعالجت عند نفس الطبيبه اللي انا لسه حتعالج عندها، يعني لسه ما تعالجت، كنت لسه انه تحولت للدكتوره فلانه. فهي عم تحكي لي تجربتها وشو اللي مرقت فيه وكذا وكذا. هي الحاله حقيقه زرعت الامل فيني اكثر بكثير من الكلام العام. من الامثله يعني هون الامريكان عندهم حرص على هذه المواضيع. مثلا هي حتى نفس الطبيبه، طبيبتي مثلا لاحقا قالت لي انه في فلانه ثانيه إذا بتحب تتواصل معها هي ما عندها مشكلة، فأنا قلت لها ما عندي مانع، وللأسف ما صار التواصل. شاهد إنه بهالحالات هي ربما التواصل مع شخص مرق
بهالحاله وبشكل ناجح نوعا ما نسبيا على الاقل، حالات النجاح هي اللي بتزرع الامل. من الاخطاء اللي بيقعوا فيها بعض المعزين او المعايدين حقيقه انه يذكر لك حالات فشل، انه يذكر لك حالات فشل، انه يذكر لك فلان صار معه كذا ومات، فلان صار معه كذا وتشخص والله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني تشخص بالمرض الفلاني. فسبحان الله هون يعني هذا لاحظتوا هذا النمط عام او سائد او شائع عندنا نحن الشرق اوسطيين، خلينا نقول العرب او الشرق اوسطيين، انه لما انت بتحكي مع مريض بتحاول تواسيه بانك تحكي له مصايبك الشخصيه. يعني شخص مصاب بحادث جلل، اصابه بتشخيص خطير، وفاه احد الاعزاء، بيقول لك إيه وانا صار معي كذا، وبيقعد بيحكي لك وبيشغل لك. يعني المريض هو اصلا ما هو اصلا باله مشغول على نفسه وكل تركيزه على حاله حاليا، انت عم تشتت له انتباهه وبتحكي له عن شخص ثاني ربما هو يعني الشخص اللي قباله او شخص ثالث ربما احيانا، واصلا انت ما انك عم تخفف عنه لما بتحكي له. يعني انا لما كنت بحاله مرضي لما بتقعد تحكي لي عن انت عم تتصل فيني عم تحكي لي انه انا صار معي كذا وصار معي كذا ومضت وكذا وكذا، طيب اذا انا بحبك وانت فعلا المفروض اني بحبك او انت صديقي، انت هيك زعلتني اكثر، يعني انت ما ريحتني انه والله هيك الله عادل لانه والله مثل ما اصابك اصابني. فمو من الحكمه ابدا، انا بقول لكم اياها وهي عم بقولها من موقع المريض، انه لما انت بتتصل بمريض قل خيرا او فصمت. اذا انت ما عندك القدره انك ترفع من معنوياته بكلام ايجابي، لا تحكي له عن حالات الفشل اللي مرقت عليك شخصيا او حالات الاصابه او حالات المرض او حالات العجز او حالات المصائب اللي مرقت عليك او مرقت على غيرك على اساس انك انت عم تسليه، لا ابدا، هي مو تسليه، هي فعلا مزعجه جدا، وللاسف البعض وقع فيها، وحتى احيانا باصابه لما بيكون الحكي عن شخص ثالث، يعني جدا مزعج حقيقه، ودرجه انه انت يعني الفكره انه هو ما له قاصد، واضح انه ما له قاصد، قاصد هو يسلي الشخص اللي قباله، بس هو حقيقه عم يزعجه حقيقه. فهي نقطه مهمه جدا انا حابب نبه عليها، وهي عم احكيها من سأل مجرب لا تسأل حكيم. دور المعزي او دور الشخص المعزي انه هو يفهم وين المريض واقع، المريض اللي ما بيمرق باصابه حاده او بحادث جلل، هو حيمر بالمراحل، وحده من المراحل الخمسه، ما اقول بكل المراحل الخمسه، واحده من المراحل الخمسه اللي ذكرناها مرارا، انه اما انه هو يكون واقع بالدينايل اللي هو الانكار، اني انا لا ماني مصاب، شخص مثلا شايفه انت غرقان لشوشته بالمرض او بالعجز او بالدين او مصيبه حقيقه كل الناس شايفته فيها، وهو واقع بالدينايل بالانكار. بهدول الحالات اذا شايفه بحاله دينايل بدك تراعي هذا الموضوع، النقاش المنطقي مع هدول الحالات ما بيفيد، يعني العقل كلام العقل ما بيفيد. انت ممكن هون تظهر انت اصلا ما لك طبيب والمعالج، انت شخص صديق، تظهر الدعم والتشجيع واني انا متوافر انا موجود اذا بتحب اي مساعده واذا نحن معك، ويعني ما تغذي له اوهامه بس بنفس الوقت ما تجادله بمرضه. اذا جادلته بمرضه فانت حتخسر ثقته وحتبتعد، يعني ربما هذا الشيء يؤذي احيانا انه هو يتشبث اكثر بافكاره الخاطئه انه هو بحاله الانكار، انه انا ماني مريض، انا فلان ما مات، لساته عايش، هي كلها حالات الدينايل. وعلى فكره الدينايل ما له شغله، او الانكار ما هو شيء خاص بشخص دون شخص، ممكن يصيب اعظم الناس حقيقه. الحادثه الشهيره وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، تعامل الصحابه كان معها مختلف، ما كانوا يتعاملوا معها بنفس القوه النفسيه حقيقه. سيدنا ابو بكر كان قبل الموضوع وادرك انه النبي توفى، بينما سيدنا عمر شو عمل؟ دخل بحاله الانكار، اول شيء قال انه لا ما مات وانه هو ذهب الى عند ربه، واشهر السيف ودخل بالغضب حقيقه انه من قال محمدا قد مات قطعت راسه. فهذا الانكار ممكن يقع فيه اعظم الناس حسب شده الاصابه وحسب معزه الشخص المصاب حسب شده المرض. فالانكار ما هو عيب، يعني انا احد المره عم اتناقش مع احد الزملاء انه اعتبر انه لما بقول له انه انت بالانكار واقع انه هو كانه مريض نفسي، لا، الانكار ممكن يصيب اي انسان، فمو عيب اذا انت شايف شخص خاصه الامهات على ابنه مثلا تكون بحاله انكار، وهذا شيء متوقع لانه هذا الابن هو اعز شخص او من اعز الناس عندها. فبدك تراعي هذا الموضوع، ومره ثانيه ما بدل على انه هذا الشخص هو مريض او هو ضعيف او هو يعني شيء مشين ابدا. الحاله الثانيه ممكن يمرق فيها الشخص هو الغضب حقيقه، الغضب مهم ومرحله مهمه ربما، واذا شفت شخص غضبان
على شغلات تافهة، فعرف أنه في هذا سبب وراء هذا الموضوع. هو عمي ربما الغضب يظهر بعدة أشكال، أنه هو مثلا زعلان على حاله، ربما يمكن يكون يعصب على شغلات تافهة، ربما مثلا يقول لك شيلنا من هالسيرة ما بدي أحكي فيها مثلا إذا بدك تناقشه بمرضه. هي كلها مظاهر للغضب حقيقة، وحظ سيء الشخص اللي بيرتكب خطأ مع شخص واقع بحالة الغضب ويفشل فيه صراحة. هذا شخص بيكون غير محظوظ تماما، هو عم يرتكب خطأ وبيستاهل انه ياخذ عقوبة او يسمع كلام عليه، بس لما بيكون رد الفعل عالي من الطرف الثاني من الشخص المريض اللي هو بحالة الغضب، ربما حظ سيء للي اثار هذا الغضب عنده. المرحلة الثالثة او احد المراحل هي مرحلة الحزن، انه الشخص بيدخل طبعا قبلها ممكن او يعني ما في ترتيب حقيقة، هي بتتنوع. الشغلة اسمها المساومة، الباركنج، انه مثل واحد بده يبيع ويشتري، انه لا بدي بعشرة بدي بعشرين. فهذا الشخص ممكن يساوم الاله، ممكن يساوم ربه، انه يا رب يشفيني وبيصير معي كذا، يا رب يعمل اشفيني وبرجع بعمل كذا، او انه بيساوم الطبيب انه انا بدي اوقف التدخين مثلا ويشفيني وخلص بشفى من المرض، او اني بعمل هالشغلة كنت تطلبها مني باخذ حبة الدواء وبشفى. هي كلها من المساومة، وطبعا هذا كله تفكير غير منطقي، ما هو تفكير عاقل. بس بنفس الوقت كمان جدال الشخص بهالحالة هي، انت دورك انه كمعزي او كمعايد انك انت ترجع المريض لرشده، تساعده يتجاوز هاي المراحل، مو ضروري انه يحرق هاي المراحل. حرق المراحل بهالموضوع بهالحالات مو صحيح. المرحلة الرابعة او احد المراحل هي مرحلة الحزن، انه الشخص بيدخل بحالة الحزن، وهذا جزء من المرض، جزء من تشخيص المرض، انت تحزن على نفسك. اذا انت ما حزنت على نفسك عادي بدك تحزن طبعا، او على الشخص الفقير اللي فقدته. فاذا شفت شخص بحاله الحزن لا تحاول تضحكه او تحكي له نكته، او انه لا خلي يطلع الحزن كله اللي بقلبه. احد الزملاء قال لي انه المفروض واحد يحرق، يعني انه يسرع المراحل. لا، انا برايي لا، مو تسريع المراحل هو الصحيح. اللي لازم اللي عنده حزن لازم يطلعه، لانه هذا الحزن اذا ما طلعه هلا حيطلعه بعدين. فاذا هو قفز على هاي المراحل وانتقل للتسليم، المرحله الاخيره اللي هي الاكسبتنس او القبول او التسليم، وظن هو انه هو تجاوز هاي المراحل كلها، بعدين حينكس او حيرجع باي محرضات، وهذا الشيء ربما يحدث حقيقه. فمو من الشطاره انك انت تسرع هاي المراحل، وبنفس الوقت كمان بدك تساعده للشخص اللي قبالك انه يتجاوز او يخرج من هاي المراحل او يمرق منها ويوصل للقبول او التسليم. هلا القبول او التسليم، القبول او التسليم هو المرحله الاخيره، وهي المرحله الناضجه للتعامل مع الحالات الشديده، مع الاصابات الشديده. هي المرحله اللي فيها المريض او المصاب خلص بيتعامل مع الواقع، بيقبل بالقدر، بيرجع لايمانه بالقضاء والقدر، بانه هذا اراده ربك. ما بيفكر بالماضي انه ليش صار معي هيك، لا بيفكر بالمستقبل، انا شو لازم اعمل. بيرجع لشغله، بيرجع لعمله، بيقبل بتناول العلاج اللي وصف له اياه الطبيب. هذا هو القبول، هذا غير او هذا هو التسليم، هذا غير الاستسلام. الاستسلام انه هو بحاله حزن باكتئاب، شو ما بدكم اعملوا ما عاد فرق معي الحياه، لا 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 ابدا. ما هو لازم الواحد يميز بين هالحالتين، حاله القبول او التسليم وحاله الاستسلام. احد اصعب المراحل ربما مرقت فيها شخصيا حقيقه، هي انه يكون الشخص نفسه صاحب الاصابه، انا عم بحكي عن نفسي شخصيا، متقدم على اللي حوله بموضوع المراحل الاصابه، مراحل الشده النفسيه. يعني انا وصلت لمرحله التسليم، قررت اني انا اطلع من كل المراحل اللي مرقت فيها معظمها حقيقه، ودي ارجع لشغلي وبدي اعيش حياتي اقرب للطبيعي ما هي طبيعيه، الى ان يقضي الله امرها كان مفعولا. بدي اللي حوالي يساعدوني على هذا الشيء حقيقه. فلما كل الناس او اللي بالذات مثلا انا مثلا بكتب على الفيسبوك، واللي بيعرفني اللي عندي كتابات مثلا، لما برجعت بدي اكتب من جديد ما اشوف غير يرجعوا الناس الزملاء بيعرفوني او ما بيعرفوني، الله يشفيك ويعافيك. طيب هذا الشيء انت عم ترجعني للمربع الاول، عم ترجعني للحزن. هذا الشيء اللي خلاني انا اطلب من الزملاء جميعا، ربما لهلا في ناس ما فهمانا شو الموقف، انه يا اخي لا تدعي لي. انت بدك تدعي لي، انا اؤمن بالدعاء، ادعي لي بينك وبين ربك، بس لا تكتب لي الدعاء، ومو لما بشوفك وبتسلم عليك وانت تقول لي الله يشفيك ويعافيك. هذا الحكي خطا حقيقه. انت فيك، نحن كاطباء نحن بنعرف المرضى المزمنين، مرضى قصور القلب، مرضى السي او بي دي، هذول كلهم بيعيشوا معاناه طويله حقيقه. مرض مزمن هو اصلا عايش بين المشفى وبين البيت، ممكن ما شفته انت على الطريق بتقول الله يشفيك ويعافيك. ونفس الشيء مرضى السرطان، حتى لو انت عارف انه هذا الميت حيموت بعد سنه او سنتين او ثلاثه او 10، المرض المزمن ما دام هو
خلاص رجع لشغله، المريض المزمن لا تذكره بمرضه، هو ما بده يتذكر، هو خلاص بده اياك تتعامل معه كشخص غير مصاب. ممكن اذا هو طلب منك تتعاطف معه تظهر التعاطف، وهذا الشيء نحن العرب شاطرين فيه كثير حقيقة، بقول لك ما قصرنا فيه ابدا، وقتها بيطلب منك الدعاء تدعي له، هو هي بيكون عم يطلب بشكل مبطن انه يا جماعه انا بحاجه لتعاطف، وهذا الشيء مفيد جدا بمرحله معينه من الاصابه، مو دائما التعاطف، اظهار التعاطف هو شيء مفيد. متى ما دخل المريض بمرحله التسليم المفروض انك ما تظهر تعاطفك معه الا اذا طلب منك هذا الشيء. هو ربما كمان من الشغلات اللي فعلا ازعجتني بمرحله معينه انه انت رجعت للتسليم، رجعت لحياتك الطبيعيه، خاصة مثلا عم نحكي عن الفيسبوك بالذات، في مو كل الناس تعرفها انت من اصدقائك على الفيس، في ناس متابعين لها في علاقات رسمية بس مو كل الناس اصدقاء حقيقيين، يعني ما في علاقة شخصية، ما بتعرفهم شخصيا، لو شفتهم ما بتعرفهم بالطريق وما حكيت معهم تليفون ابدا انت بيوم من الايام ولا تواصلت معهم حتى على الخاص. فالاستمرار بانك انت تنطن له لصاحب العلاقة للمريض، انك تكتب له شو اخبارك شو صار معك، هذا الشيء صراحة ممكن يفهمه صاحب العلاقة، أنا عم أحكي عن حالي ربما، إنه أنت عم تستناني موت مثلا يعني، طيب خلص ما دام شايفني عم أطلع على فيديوهاتي باليوتيوب، شايفني عم أكتب على صفحتي على الفيسبوك، إذا كان قلبك كثير علي عارف إني أنا بخير، يعني ما في داعي تكتب لي وأنت ما بتعرفني، أنا لو كان مثلا أنا وقت طلعت من أصدقاء اللي بعرفهم شخصيا اللي حابب يطمئن علي يتصل فيني، أنا بكون مسرور جدا بالحكي مع الأصدقاء يعني مع الناس اللي بعرفهم. كون مسموح جدا بالحكي معهم والتواصل معهم، اما شخص ما في اي علاقه بيني وبينه حيكون تواصله معي ازعاج حقيقه، ازعاج مستمر، ممكن افهمه اذا كنت بحالات صعبه ممكن افهمه بشكل خاطئ. فربما هي من الشغلات اللي ربما حابب يعني اذكركم فيها. هناك دوما عند تقديم اي علاج طبي وخاصه العلاجات التلطيفيه بحالات مرضى السرطان لابد ان الواحد يوازن او الطبيب يوازن، الطبيب والمريض معا حقيقة يوازنوا بين نوعية الحياة وبين كمية الحياة، يعني بمعنى آخر هل أنا من مصلحتي، أنا عم حكي عن نفسي كطلال، أني أدي أني يزيد عمري أو نعيش 10 أيام وأنا عم عاني فيهم، أو أني أعيش يوم واحد وأنا مبسوط؟ فربما شخصيا أنا بنظر لأني أنا أكون نوعية حياتي جيدة مقابل طول الحياة، لا أنا ما أفضل طول الحياة مع المعاناة. هذا الشيء ربما كان انعكس بقرار اتخاذ العلاج بالسنة الماضية. حقيقة انا اخذت الخط الاول من العلاج كما ما ذكرت، بعض الادوية سببت لي اعراض جانبية شديدة حقيقة من ناحية اعتلال الاعصاب، مثلا احد الزملاء سألني انه شلون يعني بيشعر باعتلال الاعصاب، يعني بده يعرف الشعور نفسه، فانا شبهت له يعني طبعا الكلام الطبي هو انه مثل وخز الابار مثل الخدر مثل كذا بيصير بايدين وبالرجلين. فانا رح اعطيكم تجربه حياتيه ربما مر فيها معظمكم، ومره ثانيه اسال مجرب ولا تسال طبيب، يعني معنى اخر اسال الشخص اللي مر بالتجربه يوصفها افضل من الشخص اللي مجرد قرا عنها بالكتب. فالتجربه الافضل والاقرب لاعتلال الاعصاب حقيقه اللي معظم مرضى السكري او جزء كبير منهم بيعانوا منها حقيقه لدرجه انه بيصير بيصعب عليهم المشي، بيصعب عليهم انه يزرر زر القميص، يصعب عليهم يمسك شغله، يكتب بقلب الالم، بيوقع مثلا، هي كلها مرق فيها حقيقه. انه لما واحد بياكل قتله بالعصايه، ربما كلكم مرقتوا بهالمرحله بالمدارس الابتدائيه او ربما الاعلى، لما بياكل قتله شديده مؤلمه بالعصايه على ايديه او فلقه على رجليه، اول نصف ساعه بعد هذا بعد هي القتله حقيقه 10 عصايات او 20 او 30 الاعصاب بتكون متاذيه صراحه لدرجه انه الواحد ما بيقدر يكتب بايده، ما بيقدر يعمل، حتى لو صافحته ربما بيتضايق، المشي حيكون مزعج جدا. هذا الشيء انا كنت عايش فيه على مدى 7 أو 8 شهور بشكل متواصل، ربما اعتلال الاعصاب بايدي كان مره فتره قصيره جدا، عده اسابيع يعني قصيره عده اسابيع، والحمد لله تحسن وراح لانه وقفت الدواء طبعا. اعتلال اعصاب الرجلين ربما مستمر طبعا عم يتحسن، بس كان مزعج بمرحله معينه لدرجه اني انا غيرت عده احذيه حقيقه لحتى بالاخير اهتديت انه ربما الحذاء السكري اللي هو تبع منطقه اعتلال الاعصاب السكري كان مفيد جدا جدا، وفعلا يعني قدرت اتجاوز الموضوع. الشاهد انه الانسان بيقدر يتاقلم مع ظروفه، عنده مشكله بيبحث عن حلها، اللي بده يبحث عن الحلول بيلاقي الحلول وبيقدر يتاقلم معها، مو ضروري يحلها حل نهائي بس يتاقلم معها بنوعيه حياه مقبوله، واللي بده يشكي ويقعد يتذكر انه هو عم يعاني وهو ما يبحث عن حل حيتم يعاني، ما حيتحسن، ما حيقدر يلاقي حل لمشكلته انه هو ما عم يبحث اصلا. احد الدواء نفسه صراحه كان بسبب نوع من اعتلال الاعصاب الحاد اللي بيستمر عده ايام فقط، يعني فقط عده ايام وما بيتراكم، ما بيستمر بعد، بيروح يعني تاثيره، انه هو بعد اخذ الجرعه كان هذا الدواء نفسه يسبب شعور وخز
بالشفتين باللسان عند شرب الماء البارد. فأنا كنت وقتها إذا جربت أشرب ماء بارد بهذيك الفترة، طبعا بيستمر عدة أيام هذا الكلام، كأني عم أشرب شراب الشوك حقيقة. ما بعرف إذا حد بيعرف الشوك أو تين الصبار مثلا. تخيل إنك أنت تمسك تين صبار وتاكلها بدون ما تشيل الشوك عنها، شعور مؤلم جدا جدا. هذا كان يصير ببساطة مجرد إني أشرب الماء. شو الحل؟ إني أتجنب شرب الماء البارد ببساطة. يعني إذا تجنبت شرب الماء البارد ما حيصير هذا الشعور معي. فهذا هو اللي كان شيء يضايقني اكثر شيء. ربما في احد الادويه كان يسبب اعتلاء التعب والوهن الشديد، مو الم بس هو تعب وهن، مجرد انه انت مالك قادر تعمل شيء. كنت يعني اقضيها على سريري حقيقه، مجرد اني ماني قادر لا اقوم اعمل محاضره مثلا، ما في عندي رواء يعني او الصفاء الذهني، ماني قادر اشتغل فيزيائيا شيء مثلا، اقوم واجي واتحرك. هذا الشيء كان مزعج حقيقه، وبيستمر كان عده ايام يروح. الفكره انه رغم هذا الشيء انا خلال السنه الماضيه كنت قادر اني اروح واجي على شغلي، والحمد لله ربما اخر مثل ما قلت بشهر ديسمبر تعبت شوي حقيقه، فاضطريت اخذ اجازه اسبوع. كنت قادر انا اعمل بعض المحاضرات. انا صراحه وعدت اني اكمل بكورس السوائل، بس للامانه العين قصيره واليد قصيره، هي طاقتي ماني قدران، ما كان عندي الصفاء الذهني اني انا اعمل كورس مستقل. الشيء اللي نجحت فيه اني انا درست الصوديوم حقيقه، رجعت عملت محاضرتين مهمين او نقص الصوديوم فرط الصوديوم، وان شاء الله قريب، وحتى قدمتهم بالقسم عندنا وكانوا جدا يعني كالعاده كما تتوقعون، وان شاء الله قريبا حسجلهم على قناتي. ربما سجلتهم مع الزملاء بالمانيا، بس حسجلهم على قناتي بشكل مقاطع قصيره، ويكون كورس مستقل عن نقص الصوديوم وفرط الصوديوم، واظن حيعجبكم كثير ان شاء الله. ان شاء الله يعطيني الوقت والعمر ان شاء الله لهالموضوع. بالاسابيع القادمه ان شاء الله ناوي عليه جدا جديا. الشيء الثاني مثلا اني عملت كورس مع احد الزملاء الدكتور باسل طراب، بوجه له تحيه. عملت كورس حوالي 24 حلقه بالاخلاق الطبيه. هذا كان خلاصه الشيء اللي بعرفه انا شخصيا، ما كان بحاجه لكثير تحضير مني حقيقه، هو نوع من الخلينا نقول الحصيله، اضافه لانه الدكتور باسل كان هو تخصصه هذا الموضوع، واستضفنا عده زملاء من تخصصات مختلفه وكان ناجح جدا. انا بالفيدباك او التقييم من قبل اللي سمعوه انه كثير استفادوا منه، وانا لحد اللي بشجع عليه، وان شاء الله بيبقى ذكرى طيبه. وهذا الموضوع انا يعني من الشيء اللي تعلمته او اللي بحب اتميز فيه، اني انا اقدم على المواضيع اللي غيري ما بيقرب عليها. حكيت نقص الصوديوم هلا من شوي، حكيت الاخلاق الطبيه، انا بالقبل مثلا بتعرفوني بميكانيكال فنتليشن، فالمواضيع اللي ناس بتهرب منها حاول تتميز فيها، لانه هذا الشيء اللي بيعطيك التميز. هل هذه هي النهايه؟ والله العليم هذه بدايه النهايه، ما حدا بيعرف اجله ولا حدا بيعرف عمره، بس الواحد بيتوقع بيشوف كيف الامور ماشيه. متى حيصير هذا الشيء؟ الله اعلم، ما فيني جاوب انا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا الشيء بيقودني لنقطه، بانه الحلقه هي او الكلام هو عن اصول التعزيه او اللي بسموها المعايده، انه هي الشحن الايجابي المرتفع اللي بيمارسه البعض حقيقه، بعض الزوار، انه بده المريض يشفى، بده اياه يشفى، فهو بيعطيه اساس معنويات عاليه انه يقسم له انه الله حيشفيك والله هو الشافي والمعافي. بيركز على صفه القدره او القدره عند الله، هي صفه مطلقه حقيقه، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، ما حدا عنده اي شك بهذا الموضوع. فاذا انت مؤمن بالله خلاص معناته لازم تؤمن انه الله راح يشفيك، وهذا التلازم مو صحيح ابدا ابدا حقيقه، لانه الله ما علمك او ما اعلمك انه انت حتشفى وانت ما حتشفى، وانت يا معزي يا شخص جاي تزور هذا المريض لا تعلم الغيب، لا تعلم انه هذا الشخص انه هذا الله كتب له بعلم الغيب انه حيشفى من مرضه وهذا ما حيشفى. فانت لما عم ترفع تركز على صفه القدره عند الله انه الله قادر يشفيك والله قادر يشفيك وكذا وكذا، في واحد احتمال واحد من اثنين، اما فعلا انه الله يشفي هذا المريض وراح يزيد ايمانه، الله يجزيك الخير وحينكتب لك بصحافك وحتتفاخر قدام الناس والله انا اللي رفعت له معنوياته، وبالمقابل انه ممكن، وهذا شيء وارد جدا جدا، انه هذا الشخص ما يشفى. فانت ممكن هيك اذا كان الشخص ايمانه ضعيف حقيقه انت تشككه بايمانه بالله، وين ايمان، وين الله القادر، وين اللي قدره الله اللي ما شافتني هلا. فاذا كان هذا الشخص ايمانه ضعيف حقيقه انت عم تشككه بايمانه بالله، مو من الحكمة أبدا أنك أنت تقول شيء أنت مالك واثق منه، أنت مالك عارفانه. الشيء اللي أنا بفضله حقيقة، وأنا كان تجربة شخصية، أنه أنت تعزز إيمان الشخص بالقضاء والقدر، أنه يا فلان هذا قضاء الله وقدره
والله قادر على كل شيء، والله كتبنا علينا هذا الشيء، ونحن علينا نعيش حياتنا وين ما الله حطنا بمكان، سواء كتب لك الشفاء فهو قادر، كتب لك غير ذلك فهو كمان هذا الشيء بإيد ربك، يعني رضينا بقضاء الله. فأنا أفضل لمريض حقيقة إذا أنت بدك تعايده أو ترفع من معنوياته أنك أنت تعزز شعور الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر عنده، وما تحكي بشيء أنت أصلاً ما لك ضامنه، اللي هو أنه هلأ الله قادر وبالتالي حيشفيك. يعني قدرة الله مرة ثانية لا تعني أنه حيشفي المرضى. في كثير مرضى على مدى التاريخ بدءاً من الأنبياء وغير الأنبياء مرضوا وماتوا والله كان قادر يشفيهم وما شفاهم، لأنه ما قال لك أنه الله ما وعد حد أنه أنا حأشفي المرضى جميعاً. صحيح، هي نقطة مهمة جداً جداً. بيحضرني هون صراحة الحديث الشريف انه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه. حقيقة انا ما بتذكر انه انا في عندي لسه محاضرات ما عملتها حقيقة، فربما انا فعلا بشعر ما بقول بالحسرة، فربما انه الندم انه يا ريت هذيك الوقت انا قضيته باني اعمل هي المحاضرة او غير هي المحاضرة. احد الشغلات المهمة اللي ممكن تساعد فيها المريض، خاصة انه انت الزائر عندك عقلك بعيد عن العواطف، يعني انت مالك مصاب هو المصاب، انك تساعده باتخاذ قرارات مهمة بحياته اللي هي القرارات الاقتصادية. انه هذا الشخص ربما في عنده ديون عليه، ربما مثلا ربما في عنده املاك باسمه بحاجة انه يضبط شو حيصير بعد وفاته. حقيقة هذا الشيء بحاجة لحرص شديد وذكاء حقيقة، بأنك أنت تفتح هذا الموضوع مع الشخص. ممكن شخص جاي من الطريق بيجي بيقول لك والله أنت شو صار معك، شو في أملاك باسمك، شو ما في أملاك باسمك. أول شيء بده يكون شخص مقرب، بده يكون ما له أي مصلحة مادية معك، وهو التالي ما له أحد الورثة تبعك، إضافة لأنه يكون حكيم بأنه يطرح لك الموضوع بشكل لطيف بحيث أنه يساعدك أنك أنت تعرف تتخذ القرار بهذه المراحل الصعبة. حقيقة أحيانا بيكون مراحل بيكون الوقت كثير قصير. احد الزملاء صراحه من اعز الناس على قلبي فعلا ما بده يساعدني بهذا الموضوع، ان انا كنت الحمد لله قادر اني اتعامل مع هالموضوع بشكل يعني عقلاني بعيد عن العواطف، بس كان دوره او ربما هو كان عنده الشجاعه انه يفتح الموضوع معي، وانا كنت جدا مسرور منه حياته وبوجه له تحيه بيعرف حاله. مو دائما مره ثانيه ما عم اقول كل الناس لازم تعمل هذا الشيء، اللي بده يعمل هذا الشيء بده يكون يعرف حاله شو مكانته عند المريض، وبده يكون عنده القدره مثل ما قلنا انه والذكاء العاطفي انه يعرف يفتح الموضوع بشكل لطيف ومفيد. احد الزملاء سالني بهالسنه الماضيه انه كيف انا قدرت احافظ على معنويات عاليه ودائما انظر بنظره ايجابيه للامور وحافظ على شغلي وما ادخل بدوامه الياس او القنوط او العجز. صراحه انا يعني ربما الانسان بيوقع دائما بهالظروف هي، بس طريقتي للخروج منها هو اني انا اتذكر الاسئله الوجوديه الكبرى. حقيقه اسأل نفسي من أنا؟ أنا مين؟ أنا ليش موجود هون؟ شو هو هدفي بهالحياة؟ أنا شو هو الهدف؟ شو هو المهمة المطلوبة مني؟ أنا قديش قريب أو بعيد عن المهمة المطلوبة مني؟ هل أنا فعلاً على الخط الصحيح؟ هل أنا لازم أعدل مساري؟ هل لازم أرجع صحح مثلاً؟ إذا أنا عرفت جواب عن الأسئلة بأجوبة مرضية لإلي ترضي نفسي أو عقلي أو قلبي عملياً، فأنا بقدر يعني أنا هذا هو طريقتي كان للخروج من هذه الدوامة، دوامة اليأس أو الإحساس بالفشل أو هذه الأمور. هذا الشيء اللي أنا ربما هذا هو الحافز أو هي الطريقة، هي الخلطة السحرية تبعي باختصار. هلا كل مين عنده أجوبة مختلفة لهي الأسئلة حقيقة، ربما تعتقد بتتعلق بإيمانك الديني، ربما تتعلق بفلسفتك في الحياة هذه، بس إذا كان عندك أجوبة صحيحة إن شاء الله رح تقدر تخرج من هذه الدوامة وتحافظ على إيجابية عالية مهما كانت الظروف سيئة، مهما كان حجم الخسارة اللي بصحتك بعافيتك بفلوسك بأسرتك فقد بالأرواح، مهما كانت الظروف سيئة إذا عرفت تجاوب بشكل صحيح عن هذه الأسئلة فإن شاء الله بتقدر تطلع من هذه الأمور وبتحافظ على نظرة إيجابية وتحافظ على الحديث اللي أنا بدأت فيه. ربما إذا تذكروا أول فيديو نشرته بهالموضوع، انه اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، انه والساعه هون مره ثانيه هي اما الساعه اللي هي القيامه الكليه لكل الناس او القيامه العامه، او انه قيامتك انت هي موتك انت. فانت لو كنت تحتضر وعارف انه بدك خلال دقائق او ساعات حتموت، وبايدك فسيله هذا الكنايه يعني، وبايدك غرسه بسيطه اغرسها.
فهذا الفلسفة هذه خلينا نقولها، إذا أنت حافظت على هذا المعنى هذا بتقدر تطلع وبتقدر تتجاوز أحلك الظروف، وإن شاء الله ربنا يثبتنا ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. اخيرا بحب اتشكركم على المتابعه، جزاكم الله خيرا. ما بعدني بحاجه لدعائكم، وكلياتنا بحاجه للدعاء، الدعاء هو مخ العباده. الله يكتب لنا الخير جميعا، الي ولكم جميعا، وبتشكركم وذكروني بالخير، وان شاء الله يا رب ما نسمع الا الاخبار الطيبه عن الجميع. السلام عليكم.